السلام عليكم. تطرقنا سابقا إلى كيفية إضافة اختبار على أرضية مودل مع ضبط الإعدادات المناسبة. سنتطرق في هذا الفيديو إلى نوع من أنواع الأسئلة المطروحة في الاختبارات، وهو Question Calculé à Choix Multiple. نضغط على إضافة سؤال ثم نختار Question Calculé à Choix Multiple. نختار فئة الامتحان مثل اختبار تجريبي رقم 1، ثم نضع اسم السؤال، ثم نص السؤال الذي يجب أن يحتوي على متغيرات أو دي فاريابل بين عاكفتين أو ديزاكولاد. مثال هنا X و Y يجب أن توضع بين عاكفتين. نضع تنقيط السؤال ثم نختار عدد الإجابات المسموح باختيارها. نكتب الاختيارات المقترحة بهذه الطريقة: فتح عاكفة كتابة علامة تساوي، فتح عاكفة أخرى لكتابة المتغير X أو Y، غلق العاكفة، ترك فراغ، ثم كتابة العلامة مثال هنا علامة الضرب، ثم نكمل حتى نهاية الجواب كما هو موضح في الفيديو. ننقط الاختيار الصحيح بعلامة الكاملة وهي 100%، أما الاختيارات الخاطئة فيمكن تنقيطها بصفر بالمئة. أما عقوبة الاختيار الغير صحيح فنضعها 0%، ثم نقوم بحفظ الإعدادات السابقة بالضغط على Enregistrer. نقوم بإنشاء قيم جديدة للمتغيرات X و H باختيار Un nouveau jeu de données partagé، ثم نضغط على التالي. هنا عدد قيم H و X هو 0 لأننا لم نقم بإضافتها بعد. نضيف قيم لـ H و X، ثم نختار المجال الذي يقوم فيه النظام بتدوير هذه الأرقام. هذا إذا لو أردنا أن تكون القيم متغيرة من طالب إلى آخر. هنا مثلا سنختار مرة واحدة. ثم ننزل إلى مجال الإضافة ونضغط على Obtenir un nouvel élément à ajouter. ننزل مرة ثانية ونضغط على Ajouter، وهذا لإضافة القيم التي قمنا بإدخالها. نرى أن عدد العناصر أصبح 1 بعد أن قمنا بإضافتها. نغير القيم ثم نضغط على حفظ التغييرات Enregistrer. ثم Aperçu. هنا يصبح ظاهر السؤال بالمتغيرات التي أدخلناها.